بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين. هذه الليلة تمر علينا ذكرى سيدتنا مولاتنا فاطمة الزهراء عليه السلام، فلا بد من أن نبعث لكم جميعا أحر التعازي والمواساة في هذه الذكرى الأليمة. السلام عليكم إخوتي وأخواتي الكرام ورحمة الله تعالى وبركاته. لابد أن نبعث بتحية عز وافتخار بستر الصمود، بستر عاصمة الثورة، بستر الشهداء، بستر التضحيات. إنها سترة التي ترفض الخنوع والاستسلام وتواصل المسير، وهي كما عودتنا سترة الأبية الرافضة للضيم. فهنيئا لكم أن تكونوا من أهل هذه المنطقة التي نالت بكل فخر وسام عاصمة الشهداء وعاصمة الثورة. كما تعلمون هي أيام تفصلنا عن حدث مهم، ويجب علينا أن نركز على هذا الحدث، حيث أن حدثا بحجم حدث استضافة سباقات الفورمولا واحد هو حدث يستحق أن نوليه الاهتمام الكامل، وأن نشارك في الفعاليات التي سوف تقام في هذه الأيام بكل عنفوان وبكل إصرار. وكما تعلمون فإن القوى الثورية المعارضة قد دعت إلى فعالية في تاريخ 1 أبريل تحت عنوان براكين العزة، وهي فعالية الزحف الثوري إلى ضاحية السيف أو تقاطع ضاحية السيف. وإننا ندعوكم جميعا للمساهمة في هذا الحدث إعلاميا أو عبر أي طريقة تستطيعون من خلالها أن توصلوا شعب البحرين المظلوم، وأن تقولوا لا لسباق فورمولا الدم. إخوتي وأخواتي الكرام، نحن نعلم بحجم الأذى وبحجم المعاناة التي تعيشونها، ونحن خجلون حيث أننا لا نستطيع أن نقدم لكم الكثير، ولكن اعلموا أن الله سبحانه وتعالى معكم وهو ناصركم. واعلموا أن هذه التضحيات وهذه الدماء الزكية لن تذهب هدر، وذلك بإصراركم ومواصلتكم على طرح أهداف هذه الثورة المجيدة المباركة، وعلى رأسها إسقاط هذا النظام ومحاكمة رموزه، وعلى رأسهم الدكتاتور المجرم حمد وزمرته. إخوتي الكرام، لكم منا كل التحايا، ولكم منا كل أنواع الدعاء بالنصر والغلبة إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.